إذن أهلا وسهلا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام، عدنا لكم مجددا من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة فاس. بطبيعة الحال اعطى انطلاقة المسابح البلدية بطبيعة الحال بالعاصمة العلمية للمملكة. المسابح اللي تحلت الآن، كاين ثلاثة ديال المسابح هنا في المرجة كما كتشاهدوا، وليدات حي المرجة يعني المقاطعة ديال زواغة، فكيستافدوا بطبيعة الحال كما كتشاهدوا بعد جهد جاهد. أخيرا افتتاح المسابح البلدية، وبطبيعه الحال معكم في بث مباشر متابعينا ومشاهدينا الكرام. كتشوفوا كاين ثلاثه ديال المسابح هنا، جوج اللي خدامين على ما اعتقد، كاين هذا المسبح والمسبح الاخر. غنقربكم من كل كبيره وصغيره. بالنسبه يعني المسابح البلديه فكانت تاخرت شويه في الافتتاح ديالها، ولكن الحمد لله دابا الامور راه مزيان. فكنتمناو التوفيق للجميع، والله ييسر الامور للجميع بطبيعه الحال. وليدات يعني الشعب المغربي كيستحقوا يعني بطبيعه الحال، يعني كباقي يعني المدن وليدات يعني مدينه فاس يستحقوا لانهم يسمحوا. كنا كنشوفوا الناس كيمشيو للويديان، كيمشيو للخصات، الان الحمد لله كاين هذا المسبح هذا ديال المرجا، وكاين المسبح ديال مينيسيبال البلدي، مجموعه من المسابح اللي تفتحات. وكما كتشوفوا اقبال منقطع الناظر عليها بطبيعه الحال. كاين مسبح اخر هناك غننتقلوا له بعد لحظات اكيد. انا غنبقاو معكم طبيعة الحال في اللايف، قربكم من كل كبيره وصغيره. انا معكم في هذا البث المباشر. هذو نشوفوا هنا فين كاين طبيعة الحال، فين كما كتشوفوا هذا المشهد من هذا المكان اكيد كما كتشاهدوا معنا. فبطبيعة الحال يعني طبيعة كما كتشاهدوا معنا هذا المسبح كذلك هو غيكون مفتوح ان شاء الله قريبا. اذا انتم كتشاهدوا معنا متابعينا، المسبح الاول في المسبح الاخر. اذا كما كتشاهدوا معنا بطبيعه الحال التنظيم كيفاش داير. هنا المسبح هذا كذلك هو غيكون متاح. هذا عاد كيعمر هو غيستافدو منه. كاين هذا المسبح هذا بطبيعه الحال كما كتشاهدوا، ها هو حتى هو عامر. كما كتشاهدوا معنا متابعينا، إذا قلت ثلاثة ديال المسابح، المسبح هو كيعمر، ها هو هذا المسبح اللي عامر راه خدام مزيان، كاين هذا المسبح هذا بطبيعة الحال. حنا كنتمناو يعني كل ما هو يعني وليدات الشعب، يعني وليدات المغاربة اللي ما في حالتهمش، اللي غير ربما غيخلصوا واحد المبلغ اللي هو بسيط باش لأنهم يستافدوا من المسابح البلدية كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. Thank you.